السلام عليكم زين ديولي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ عواشركم مبروك الكبيدات. نبدا لا فيديو ديال اليوم البنات بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نتمنى البنات تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفلوق ديال اليوم، ان شاء الله غادي يكون مفيد وغتستافدوا منه كما البنات انا تعلمت. تنتوما ان شاء الله غتشوفوا هذه الوصفه ديال اليوم وغتعجبكم ان شاء الله. هي البنات الوصفه ديال ورقه البسطيله اللي كلكم لحقتها لكم في تيك توك، عجبتكم قلت لكم دوزوا اليوتيوب، راه ان شاء الله غادي نحط لكم لا فيديو. وانا عند الكلمه ديالي البنات، وداك لا فيديو اللي صورت في تيك توك راه غير كنت لحقتو لماما من نسالي ورقه البسطيله، قلت لها ها كيفاش كتجي، راه كتجي واعره. وحتى هي راه خدات الشيت اللي غنوري لكم دابا باش كنخدم ورقه البسطيله، ويعني راني كنت خديت وحده وريتها لكم في الفلوق اللي من قبل هذا، خديتها من السوق هذيك البنات. يلا غنجربها دابا معاكم ان شاء الله، واش تصدق ولا ما تصدق. والاولى اللي كنخدم بها البنات راه غادي نشاركها معكم، ها هي البنات. نتمنى البنات ما تنساوش اختكم بواحد اللايك وتشتركوا في القناه ان شاء الله باش القناه ديال اختكم سلمى تزيد تكبر، وتدعموها وتعاونوها. كنبغيكم كاملين وشكرا لكم كاملين اللي غادي ديروا ليا لايك. المهم الكبيده ديالي الشيتا اللي باش كنخدم انا الورقه البسطيله وباش بديت يعني هي هذه، ها هي معروفه البنات. كتكون عند العطاره، كتكون عند الصحاب اللي كيبيعوا داكشي ديال الكوكوتات، الصفافر ديال الكوكوت، اليدين ديال الكوكوت، هذاك كتكون عندهم حتى هما، كتكون عند العطاره. فهمتوا؟ انا البنات وصيت الزوج الكريم جابها لي على واحد كيبيع هنا في سوق التمر، راه معروف في الدخله ديال سوق التمر اون فاصل السقايه، راه كيبيع تما داكشي. ان شاء الله الا شي مره مشيت تما وندير الناس مقتنع تما، الناس ديال ميدلت عارفه غادي يسولوني. دونك داكشي اللي كنقول لكم، الناس ديال ميدلت راه اون فاصل السقايه اللي في وسط سوق التمر، ديك السقايه اللي في سوق التمر راه تما كيبيع داكشي ديال الصفار كوكوت، كيبيع داكشي بزاف. هو اللي قال لي راجل جبتها عليه وصدقت تبارك الله زوينه، جبتها البنات جديده، كرتونه ديالها ها هي البنات جبتها معكم. كتكون في هاد الكرتونه بحال هكذا، كتكون داخله الكرتونه. انا راه يعني سيت الكرتونه باش قلت ان شاء الله ندير معكم الفلوقات نبارطاجيها مع البنات باش يعرفوها. معروفه البنات هذه ديال الحلاقه ديال الرجال، واللي جبت قبيلات والله ها هي البنات حطيتها، ها هي كاين هذه وكاين هذه، هذه كتصدق 100% وهذه غادي نجربها معكم صافا الكبيدات. المهم ما نطولش لكم في الفيديو. بالنسبه للبنات الورقه البسطيله غنبلي لكم الكاميرا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال الدخله ديالها. نصيحه واحده، الورقه البسطيله ضروري من الضراب ديال اليد باش تطلق لكم، ولا طحان العصير ولا هذه ضروري منها. يلا انا نوريكم المقادير البنات، نحطرين هكا، سمحوا لي نحسكم شويه هنا، سمحوا لي لازال زعزعتكم. هنا على بركه الله، هنا البنات عندنا الفرص الحلوه. انا يلا انا نقول معكم ان شاء الله بحال الكميه البنات راه كدير يعني كميه تبارك الله كبيره بالورقه البسطيره. يعني انا وجوزتي وبنتي وراجلي يعني كنا كناخذوا تبارك الله حقنا وكيشد الخير، يعني كونوا هاني يعني كتبارك الله كتحط الخير والخير. صافا غزالات هانتوما، هنا عندي ها هي ها هي عندي هنايا جوج زلاف عامرين ديال الفورس الحلوه. انا الزلافه هذه اللي عندي كنقويها شفتوها، المهم جوج زلافات البنات راه هذا ورقه تبارك الله، يعني كاين اللي كيديرها كترتق ليه في الفران. انايا دابا راه وقيله هذه خمس مرة ولا ست مرة كنديرها، الحمد لله ما عمرو تفرقعت ليه في الفران. داكشي باش تبعوا المراحل اللي كندير. عندي عاوتاني هنايا هانتوما فين راني كنخدم، انا نوريكم هانتوما شتو عندي هنايا عاوتاني البنات، سمحولي عندي هنايا فهاد عندي مايزينا اولا دقيق الذرة، عندي هي اللي كتعطي هذيك التقرميشه، فغادي نديرو معلقه ونص، غادي نديرو حتى جوج معالق، انا معلقه ونص كافيه. عندي الملحه على حسب الكميه ديال الدقيق اللي عندنا، كديري شويه الملحه وصافي، عينك ميزان نص معلقه على حسب الذوق. هنا كسرى قولي هاي ها انتما كنطو نواشف الاول عاد كنديرو ان شاء الله الماء دو اه
هنا البنات فهي إسراء دايما في المساعدة ديالي، كتضرب كيعجبها تضرب كيكة، كيعجبها تضرب، فهمتوا؟ هنا عندي البنات جوج زلافات ديال الماء، نفس الكمية ديال الطحين، نفس الكمية ديال الماء، كديريو باي باي. مع مرتش الزلافة التانية، داكشي باش زدت شوية هنا غادي نضربوها مزيان بالضرب اللي هذا هو الاول البنات. البنات شوفوا على حسب الفورس اللي عندكم، يا يقدر يكون كيشرب الماء غادي يجيكم شويه جاريه، يا غادي يكون قاسح. انا يعني مع المده وانا كنخدم هاد القضيه في السطيله كنت الصراحه البنات كنخدمها بحال كتجي تلبس مني وصافي، ولات ما كتعجبنيش يعني وجات كنخدمها يعني بعض المرات كنخدمها، ولكن كيجي بحال خبيزه ما عمرين ما تجيش بحال الورقه البسيطه 100% ماشي بحال هذه. المهم البنات ها نتوما الخليط راه خاصو شي يجي محبه، راه نتوما تخلط فيه. انا نيت دابا نصوبها ان شاء الله العشاء. لا فيديو الا جا طويل راه ما غنشرش معكم الكاميرا، الا جا قصير هشرط معكم الكاميرا. المهم كي قلت لكم هذا الخليط البنات اول حاجه باش كيصدق هي المايزينا اولا دقيق الذره، ثاني حاجه خاصو ما يبقاش فيه كتله هذوك الحبوبه ديال الدقيق، وثاني حاجه هو انه خاصو يرتاح على الاقل على الاقل 3 دقائق. هذه الا كنتو مزروبين عليه واقفين عليه 3 دقائق كيرتاح. علاش البنات كي هذوك المكونات كيدخلوا مع بعضياتكم كيرتاحوا راكم عارفين، حاجه الا ارتاحت كتجي زوينه من لمس من اي حاجه كترتاح، البغري عطاتيه وقتو في الطلع راه كيجي زوين، اي حاجه عطاتها وقتها راه كتجي زوينه. صافي كونوا متاكدين البنات، سمحوا لي رد عليه هنا. انا البنات غنخليه يرتاح قلت لكم 30 دقيقه، حتى دابا انا عندي الوقت راه باقي الضو يعني تقرب ان شاء الله يدى المغرب عاد نجي نبقى نطيب فيها ونشارك معكم الطريقه ديال الطياب. كاين هنا ثلاثه الاسرار باش كتنجح الورقه البسطيله، وكاين هي عاوتاني جوج الاسرار باش كتنجح البسطيله، هي خمسه الاسرار. خاص لكم البنات تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش اي كلمه قلتها تكونوا سمعتوها، ما تزربوش لا فيديو. صافي الكبيدات ما تنساوش خصكم باللايك، يلا بقاو على فيديو ندوزو نطيبوها يلا. واحدة اخرى البنات سمحوا لي نسيتها ان خاصها تضرب مزيان، انا دابا غادا غنجيب الضرب الميكسور راه ديات في الفيترين نضربها مزيان مزيان مزيان، واللي اول مره غديرها تصفيها من الافضل. وشيتا مين تشريها البنات كتعقم بالخل، انا عقمتها بالخل راه تقريبا 6 معالق الخل اللي درت ولا 7 حامضه كامله كبيره الملحه والمطايب، عقمتها المرة الأولى، الثانية عاوتاني بالخل، والثالثة غير بالمطايب، ثلاثة المرات اللي كتعقم بالمطايب، يعني المطايب ديال آتاي، ما تنساوش هاد القضية، سوا هاد الشيء تاني ولدكم الأولى، سوا الثانية، سوا أي شيء خديتوها من دوك النوع القدام خاصها تعقم، راه كتكون جديدة عندو، أيه، ولكن تعقم حاجة زوينة، كتكوني مرتاحة محيدة لهداك الشيء الغبرة وكل، صافي البنات، وخيرا كي وريتكم راه كتباع في البواطا ديالها. مازال هادي كانت غير في البلاستيكه، اما هادي كتبقى في الباطه ديالها. صافي يلا البنات ندوزو نطيبوها. البنات دابا بعد ما ارتحت لنا جينا واحد تقريبا البنات تقريبا 45 دقيقه صليت المغرب اللي قبل وعاد جيت ليها هنا البنات كدير واحد الكاسرونه كديروا فيها الماء، هو واحد الفرق هذا دابا كيغلي. هنا عندي هاد المقيله ديال البغرير، وقيله كيقولوا لها المقله ديال الطيفان، مانيش متاكده من هاد الاخر كلمه، مي حنا كنقولوا لها المقله البغرير. كتاخدي البنات كتحطيها دابا راه تبارك الله سخونه يعني الماء دابا شحال شي 10 ثواني هكا باش بدا كيغلي. صافي هنا البنات ها هي الخليط ديالنا من بعد ما ارتاح، نحطوا غير واحد المعلقه البنات ونحركوا من الفوق لتحت من الفوق لتحت حيت غادي نبداو ان شاء الله الطياب. ها نتوما الناس اللي باغيين يعرفوا واش كيجي ثقيل ولا خاطر، ها نتوما بحال البغرير كيما كديروا البغري ها هاك انا هكا البغري ديالي كيجي، ما هو جاري ما هو ثقيل بينو بيه. صافا دابا هنا البنات كان حنيره هدايره واحد التشاميره صافي قريت نزل نخليها، درت هنا البصله والفلفله خضراء وشنو اخر درت والملحه والعطريه. صافي البنات هنا نجرب معكم الاول هذا غير نمسحها نمسح مزيان على بركة هنا شي تاني سخن. هنا البنات كتشدي العجينة بحال هكا بسم الله، أنا غنجرب اللولة البنات في هاد بهاد الشيتا فهمتو، ولكن خاصكم تزربو يا البنات يعني
هذه كتبغي غير الزربة هاد الوقت البسيط، ولكن ماشي الناس انها الا بانتكم شي بلاصه لا صافي راه نشفات ما نزيدش نعاود فوق منها، لا كتبقى ديروا الناس حكا طبقات الورقه باش كتجيكم شويه غليظه ما كتهرش لكم البنات في الفران. تقدروا ثاني تشدوها كالمقله بلا ما تحيدوها فوق النار ماشي مشكل. وكي قلت لكم البنات خاصكم ديروا طبقات غلاظ. انا دابا الشيتا اللي عندي الاولى كتساعدني وزوينه، دابا هذه غير حيت خديتها من السوق وعقمتها مزيان البنات وبغيت نجربها واخا جديده تعقم ثم تعقع صافي. البلاصه اللي كتكون درت غير واحد الكوشه رقيقه تعاودو من فوقها بحال ما هكا صافي، وهي كتنشف كتبان لكم شي بلاصه كيش نقولها يعني ما مدهوناش مزيان ولا ما وصلهاش الدقيق كتعاودي من فوق هكا، راه الصوره واضحه البنات. وهنا البنات واحد البسيط كديري فيه واحد الميكا، انا نقول لكم واحد البسيط البنات كديروا فيه الميكا وتوصيد الطاوس عاد الزرق اللي في اي دار مغربيه وصافي كتبقى تحيدي دهني بالزيت البنات كدهنوها مزيان بالزيت يعني هيك هكا بيديكم. هاي الزيت انا دايره في زلافه حدايا موجداها كنبقى ندهن بحال هكا ودهن الورقه ديالي باش ما كتنشفش في الاطراف و يعني وكتصبر معكم حتى كتساليو هذه الكميه كامله وعاد كتبداو ان شاء الله كتعمروها. بالنسبه لهاد الحشوه اللي باغي يستافد بالحشوات اللي كندير عندي بزاف الحشوات ما نكذبش عليكم، الحشوه اللي انا دابا مشيحيه دابا مشيحيه بصيله فليفله والعطريه كامله، العطريه بالحوت شويه الصوص الصوجا عندي داك النوع الثقيل. الورقه ديال البنات البسطيله راه ما كتديش مسافه الوقت فشويه تبان لكم ناضت مع الجناب كتحيدوها صافي. الصرا جات. المهم البنات اش كنت كنقول لكم، كي قلت لكم بقيت تبان لكم نشفات وتحيدوها مع الجناب خليوها مزيان تنشف تعبان لكم كاع الجناب ناضوا صافي. كنكمل لكم الحشوه، كنسلق شعريه صينيه في الماء سخون كوبايه الماء سخون تطلق واحد اسراء ريحه زوينه قالت لي ريحه زوينه. كي قلت لكم الشعريه الصينيه كنسلقها مع شويه دميها وصافي كنشدها نديرها في الماء بارد كنقطعها مزيان ونرميها وكندير بطاطي الطول. هذه الحشوه الاولى انا باغا راجلي غير كده باغي الحشوه فيها الدجاج الكفته كنشحرهم مزيان مع وقت سيدنا موسى مليحه بزيره مزيان كندير لها العطريه كامله الزيت ونقطع الا كان موجود. دابا حاليا ما عنديش وماشي مشكل يعني على حسب. ايوا صافي البنات هي هذيك. من بعد كديروا كسميتو كديروا عليها الشعريه الصينيه من بعد ما تكونوا درتوا كاع انواع العطريه وكلش وصافي تكون الحشوه الاولى واجده. ها الورقه البسطيله الاولى ندوزو ندهنوها كبيدات. من بعد ما دهنا الاولى ها هي اللي باقي فيها الزيت حتى مزيان حيت الاولى كناخذ الشيشه الثانيه باش نجربها معكم حتى هي مسحه حتى هي غسلتها مسحه مزيان واحد التصبيطه نديو على بركه الله. شدي المقلاة عندك اختي عارفين هادو ديال ديال البغري كيبقاو يزلقو، ديري في العجينه بحال هاك وشدي على بركه الله شفت قربت ليكم ها نعاود كوشه اخرى كتكرم حيت راها سخونه كتيبس كل واحد ما كيقول كي اللي كتقول كتكرم كتيبس اما نقول كتيبس كيفهمها المغرب كامل. المهم هانتو شو كيف كتبقى تبان. هذه هي الطريقه الوحيده اللي كتعجبني هي المسمن كتجي شويه الا ما كانش عندك الكانة ودرتيها كتجيك غليظه ما نكذبوش على ربي كونوا صريحين مع بعضياتنا صافي. هانتو كنحط الجف ونوريكم انا عجبتني حتى هذه اللي خديت من السوق عجبتني نتوما الا لقيتو بها هذه خذوها ما لقيتوش بحال هذه اللي عندي انا اللي كندير بها دائما خذو حتى هذه فن الورقه ديالها كيفاش جات غير هي غير اون فوا دهنوها بالزيت الكميشات كديروها كديروها في بلاستيكه باش يرجع ليها ديك السخونيه باش ما تمشيش الصوت راه في خالتي فاطمه واسراء. المهم كتبقى عاودي بحال هكا كوشه حيت انا كنبغي الورقه شويه غليظه. انا جبت الورقه تشوفوا ها هي شوف راه يدي كتبان ها ناجحه 100% 100% شوها كتجي
بسم الله. هانتوما لي كتبان هانتو ورا فيها الزيت، ها يعني الاولى دائما كدهن لهم مزيان باش ملي كيجيو فخوتها فوقها خواتاتها راه كتجي زوين. ها هي الثانيه نوريكم كيفاش كتجي طيب مزيان. انا نحبس الفيديو من ما طاب ونوريها بقاو معايا. هادي وليها هي الثانيه طاب صارت الحق وهي نوريها معكم اللي درت بهاد الشيته بهادي. هاد الزينه ديالي هاد هاد رقيق ها ها كتبين لي دي رقيقه ها 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 شتوها شتوها كيفاش كتجي واعره وكتطوى كيما بغيتو ديروها بريوات بغيتو ديروها هذيك سيجار كيما بغيتو ديروا لها ديروا لها راه كتجي فنه. وما تكونيش ديولي انا نستمر في يعني في الطياب ديال كامل هذا الشيء اللي عندي هنايا وان شاء الله نطيبهم في الفران. وواحد حاجه اخرى نسيت ما قلتها لكمش انهم هادو اللي كنكونوا دهناهم بالزيت راه ما كيندهنوهمش ملي كيكونوا في الفران الكميشات، يعني صافي دهنا وحده اللي كندهنوهم دابا كنديرهم ميكا بحال هكا باش ما يضربهم لناش البرد وما سالينا الكميه كامله وصافي. هنا انا كنوجد الحشوات باش نلقاهم باردين وكنتوا غير البسطيله غير كتسالي البنات. هاد الكميه اللي درتها انا ديال جوج زلافات راه كتوكل يعني اربعه الناس وكيشيط الخير دائما، يعني يكونوا اكيدين جوج زلافات اللي عندو الناس بزاف يدير يعني عندنا بعض الناس كندير جوج زلافات كنتو 12 واحد 20 واحد على حساب نتوما شحال كاين في الدار. صافي الزينه ديالي انا ندوز على الكميشات نكمل هذه اللي عندي الشيء اللي عندي ونطيبهم ونبارطاجيهم معكم كونوا اكيدين. الغزاله ديالي شوفوا هانتوما من بعد لي سيجار ديالي ما طويتهم بالورقه اللي صنعت دابا معاكم درت منهم واحد جوج كي كتشوفوا بسيطلات صغيورين وباقي لي البنات كنطيب دابا غادي بقات لي واحد ثلاثه نعمر واحد ثلاثه ديال لي سيجار صافي ونكون ساليت. هانتوما البنات شوفوا الورقه كيفاش كتجي كتجي فن هانت كتبين الحشوه شوفوا ولكن راه ما كتفرقعش شتو سخون. المهم انا نخليهم يكملوا دابا الطياب ديالهم ونرجعوا باش نوريكم كيفاش جاو.